كبار، ما تجيبش عيل لابس بامبر ها شحته لسه في البامبر بتاعه يرد على رئيس نادي الزمالك. الحقيقه هو طلب تمام؟ المداخله واحنا ما كناش عارفين هو عايز يقول ايه. اتفضل. عليا الصلاة من بيتي يا احمد توفيق، لبطلك كور وعزقك على باب النادي من رجليك. انت يا مدحت جايب عيل مسخن يرد على مرتضى منصور؟ لا 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 لا، هو بس بس حضرتك على مهلك يا مرتضى بيه، هو الراجل طلب المداخله. رئيس النادي. ما انا هقول لحضرتك. عيل كان بيعيط في قوات المستشفى الجيش. نعم. كان قاعد 10 ايام انا رحت جبته. ها؟ كان عامل زي النسوان. هو لما دخل احنا ما كناش مبدئيا عارفين هو عايز يقول ايه. عايز مسخن. احنا قلنا له هو ابوه اخوه. عايزين مليون، عايزين نص عرفنا. طيب خلينا انك تدخل عيل زي ده يرد على رئيس الزمالك. خلينا بس على مهلك يا مرتضى بيه بعد اذنك. انا هرد على حضرتك اهو. هو لما دخل طلب المداخله احنا ما كناش عارفين هو عايز يقول ايه. يعني ايه عايز ايه؟ فكلاعب كوره دخل. هو المداخلة. لما هو كلاعب كوره بيخش زيه زي غيره يا مرتضى بيه. لا مش لاعب كوره. لا لا ما مش عندي. يعني ايه مش عندك؟ كلاعب كوره بيخش يبدي وجهه. اخترت العيال المدخل. ارجع نادي الزمالك بعد كده من فضلك. لا بس على بالك يا مرتضى بيه، عشان بس عشان احنا قدامنا ملايين، فخلني نخلي بالنا شويه. ملايين لا. لا 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 هو ما قالش حاجه. هو الراجل كل اللي قاله هو كل بقول لك ايه، انتقده وانتقد ابوه. احنا في الاستوديو قلنا احنا قلنا له الاداء. في انت حضرتك شفت المداخله؟ انتقد وانتقد ابوه. تمام تمام تمام. 1 مليون نص مليون، ده اللاعب الوحيد المرتزق اللي بيلعب فلوس، ويوم ما يقبضش فلوس يقول لك سلمني الفلوس عشان العب. عيب. معلش معلش. المفروض استاذ محترم وقناه محترمه. لا احنا قلنا له، يا مرتضى بيه قلنا له ده ما حصلش وما كانش يجب كده يا احمد. وقلنا له هذا الكلام ابدا. لا لا ما قلت له كوره. لا 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 مش للدرجه دي. ردينا عليه يعني. ردينا عليه خلاص يعني. احنا ردينا عليه. رئيس نادي الزمالك بيكلمك فيه عايز ازاي يرد عليه. ما احنا قلنا يا مرتضى بيه احنا ما كناش عارفين هو عايز يخش يقول ايه. هو طلب مداخله كلاعب كوره. ايه ده طلب مداخله؟ مين هو اصلا؟ لا زيه زي غيره. يعني وعين احمد توفيق. معلش هو لاعب كوره حب يعمل مداخله، احنا دخلناه كلاعب كوره. على رئيس نادي الزمالك ازاي؟ لما جاء لما قال هذا الكلام احنا قلنا له عيب يا احمد وده ما حصلش. وجهناه في الحوار. احنا وجهناه في الحوار. ورحمة أم يا توفيق لبطلك كورة. لا لا هدي نفسك. هدي نفسك يا مرتضى. يا سيادة المستشار احنا ردينا. يا سيادة المستشار احنا ردينا عليه. احنا ردينا عليه يا سيادة المستشار. يا كابتن حرم ما ينفعش. معلش هو انت عندك طبعا هو لو غلط ولا حاجة انت رئيس النادي وفي جهاز فني يعاقبه. الكلام ده. ويعاقبه. الكلام ده عند الست والدته هناك مش عند انا. معلش هو يعني على باب بلده. احنا ردينا عليه يعني ردينا عليه وما ينفعش ان هو طبعا يطلع. هو تسرع. هو تسرع. مين ده؟ على فكره هو ما غلطش خالص. هو ما غلطش في حضرتك خالص. هو كل اللي قاله ايه؟ لا هو كل اللي قاله ايه بس يا مرتضى بيه عشان تبقى برضه. هو كل اللي قاله لو رئيس النادي شايف ان انا لا اصلح يمشيني. يعني هو ما غلطش في اللفظ واحنا ما كناش هنسمح بده. ايوه هو لا يصلح. بس خلاص. وقال هو لو شايف رئيس النادي ان انا لا اصلح يمشيني. يعني كل ده فاهم غلط. ده اللي قاله. وبعدين طلع فاهم غلط. طلع فاهم غلط كله. طلع فاهم غلط كل الكلام في الاخر. واحنا قلنا له انت فهمت غلط. ما ينفعش تتكلم على رئيس نادي الزمالك. انا معاك انه ما يصحش. واحنا مين اللي لازم لمؤمن يطلع يتكلم؟ هي فوضى يا مؤمن؟ هو طلب انه مداخله برضه. قلت حسبة. قلت لك يا استاذ زهقان. انا ما حدش ينتقدني. ما كل الناس بتنتقدني هتفرج على ايه المشكله؟ مفيش مشكله. طول النهارده انتقد. اللي بيشتغل في العمل العام كله معرض ان هو الناس تنتقده. وانا عايز امشي وكل شويه يهددني عايز امشي وانا راضي عن نفسي. انت راضي عن نفسك بس الجمهور لا راضي عنك ولا عننا. يا احنا قلنا له. ولا راضي عننا. احنا قلنا له الكلام ده الحقيقه. احنا قلنا له هذا الكلام. قلنا هو لا راضي عنك ولا راضي عننا. احنا كمان كمجلس اداره. احنا جايبينك. صح صح. وكل شويه بتنطط في البرنامج يا مؤمن وانا مانعك. قلت لك ركز مع اللعيبه. ركز مع لعيبتك. هو بيشعر بضغوط يا مرتضى بيه. هو بيشعر بضغوط. يا بيه مين بيعمل يا بيه؟ اقسم بالله ما بشوفه. اساله ولا بكلمه في التليفون. طب بيجيب مين؟ ولا بيمشي مين؟ في رؤساء نادي بيقول لك لا ده يلعب وده ما يلعبش. كده وانت عارف اسمائهم. نعم نعم. خلاص؟ يعني انا يا اخي مدلعك دلع فوق اللازم. وواقف في ظهرك. وانا قلت انا عامل معاك اجتماع بكره الساعه 2 اعرف الاسباب ايه. اه زعلان غطاء. انا حر يا اخي.
كل الجمهور زعلان وهيطاقم بصراحه، مش ده الزمالك الحقيقه، مش ده الزمالك بصراحه شديده يعني بصراحه. هو شديد. على فكره هو المستشار بيسانده، بتكلم بامانه بقى بيسانده واقف وراه وقال لي لازم ياخد فرصته وياخد وقته، اتكلم معاه كويس بصراحه. معلش هدي نفسك يا مرتضى بيه. خلي غندور قاعد يهجص في الكلام يقول لك بحب اللاعب ده وما بحبش اللاعب ده، هيجي لعيب عليه ما بتعرفش تتكلم ما تطلعش يا اخي. صحيح الموضوع كله سوء تفاهم، الموضوع كله سوء تفاهم وكبر فعلا ومن غير لازمه. عموما يا مرتضى انا ماشي، انا ماشي، انا زهقت من ايه؟ ده بيضرب نادي الزمالك. لا وطبيعي يتعرض لضغوط، انا قلت له طبيعي انت مدرب ده نادي الزمالك، نادي بطولات، نادي طبيعي ستنتقد. حد عن اذنك ده نادي بطولات. الضغوط دي بتيجي من اثنين، يا الجمهور يا الاداره يا الاعلام. الجمهور اصلا في الملعب تمام؟ الاداره مدلعاك دلع ما بعده دلع وموفرة كل الامكانيات ليك، عايز معسكر 10 ايام في البتاع فندق مش عارف تابلي مارد يروح يا راجل عايز ايه؟ ايه الضغوط؟ رئيس الناس مش بيحضر الخط. هو لو هو مسيطر الفريق الخط كان الولد ده طلع عمل مداخلة؟ لا طبعا لو هو مسيطر هو مدير الكرة بتاعه كان طلع الولد عمل مداخلة؟ لا 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 هو نفسه لو الفرقه شغاله مش هيعمل مداخله لو الفرقه، لكن هو بيشعر ان الفرقه ما ادتش اديلها مباراتين متتاليتين الحقيقه. هو إيه؟ اصل انا مش عاجبني. ايوه انت مش عاجبني. ايوه من ساعه ما جبت الجيش مش عاجبني. ايوه وما طلعوك من المنتخب. ايوه مش عاجبني. ايه هقول لك لا عاجبني؟ اخاف منك انت وابوك اخوك عبد العزيز لا هو بس مع الاسف وصل له كلام مش مظبوط. لا لا شيلها لك من غير غاز غاز بلدك. لا لا ده قد ولادك. هو على فكره هو ما غلطش يا مرتضى بيه عشان حاجه برضه. هو ده موضوع تاني ان هو عمل مداخله، دي قصه تانية ترجع فيها للاحق. لكن المدير الفني هو لا هو ما غلطش. انا خفت منك يا عمال يا دكتور. مدير اتفرج. نتمنى تلاقي انت رب الاسره يا مرتضى بيه. انت رب والله العظيم علاك يا عمر التوفيق على باب قريتك من رجليك. لا انت رب الاسره. جاي من الزمالك ولا جاي من جارد السيتي؟ عبيط تلف. انت رب الاسره يا مرتضى بيه. انت رب الاسره. انت رب الاسره. انت رب الاسره يا مرتضى بيه. استنى يا اخي. انا عمري ما شفت قائد كل شويه قبل ماتش برضه قال لك ايه؟ تلف همشي. انا اتكلت في جيبي. مش ده اللي حصل. مفيش قائد يعمل كده. مفيش كده. ده لسه بقى خمس شهور بيسالني قلت له ناخد الدوري وعندي لعيبه رجاله. المفروض القائد يعمل كده.